ما مشلول ثاني كيما يقول، راه حابس دروك لحد العام. الماء راه نسقو من الحواسي تاع اللي حفرت من الشعب بكري. يعني الماء عاد مشكل. انا نعانوا في الماء ولا غنشرو فيه ب 25000. قلنا له دعمنا بالله بالساتير لو جبنا من روسنا، عاد ما حبش. الماء ما نذوقوش الماء الحلو حتى نجي الواد. معنى الواد وشيني معناها ما يصب المطر ويجي وتجي الحدر محدره. الخضير. الطريق هاي مكسر، هاكم شفتوه كرنا نستوردوا فيه من بسكرة، نجيبه في البرميل ب 30000 ال 25000، وعلاها نستوردها من بلاد اخرى لو كانت تكون رجال واقفه. لماذا نستورد حاجه عندي في بلادي وهذه بلاد ربي؟ كيف لماذا نستوردها ب 30000 للبرميل نجيبوها هنا وبلادنا الحمد لله فيها المياه الجوفيه وفيها المياه السطحيه؟ راني نشرب البتيه ب 25000، ديرنا البلديه ديرنا كشحال، قال ما نقدرش ما عديش حلو ما نقدرش. عنده ستير. ايه وعنده ستيرنا هنا، قلنا له احنا نشرو فيها البتيه ب 25000، ديرها لنا ب 15000 نشروها لك. حاجه رمزيه. ايه قال لك لا ما نقدرش. زيد الطرق راك مشتوها. زيد عندنا هنا كل شيء صالح، هنا يتم من ناحيه الفلاحه. راك تشوف الماء ما كانش. زيد التعليم ما كانش. دائما الفصل الاول الزاوج دائما ولادنا ضايعين، هذه واحده. اثنين كيما المنشآت الرياضيه هذه ما كانش. الحوايج راه ناقصه. ايه وعدات ناس محقوره. عندنا في حوايج لو ما تعرفهاش بالمعرفه ما تديش حوايج. الماء رانا نشرو فيه ب 30000 من الحلو. 10 سنوات راح تشري في الماء 30000. والمناصب كان ديجي منصب ما نسمعوش حتى نلقاو السيد يخدم. نلقاوه في المنصب تاعو. وحنا من عدة الشباب هذي حوسوا على التغيير. وليداتنا بلا قرايه واش كاين؟ ما كان والو. لازم التغيير. حاضرين نقولها لك. كي يجي منصب ما تشوفوش قاعد، تلقى واحد خدام قاعد مش من هنايا. هيا سبيطار ما كانش. أي حاجة ما كانش. بالنسبة للماء هنايا فرق. المشي الماء ما كانش غنشرو فيه ب 30000، 30 35 20 نشرو فيه بالسكر. في الماء بيترول هي المخيرة. وناقصين طور نهاية، الطريق هذه مكسرة وليد بسكرة، الطريق بجلفة من سعد مكسرة، الطريق هذه راه في الإنجاز اللي يخدموا فيها مكسرة، تكسرت ثمثم. الجاز ربع سنين. هنا مشلول، قرعنا مع خمس بلديات، طارتنا احنا في القرعة، راهم طاقولهم احنا ما طاقولناش دروك. راك فهمت؟ هاهم دروك هنا يلعبوا به. عانات بالصوت الصورة، راكم شفتوا كيفاه الناس تعاني من الماء، هذه أول حاجة. ثاني حاجة راكم شفتوا الطريق انتم جايين. كيفها مكسرة. ثالث حاجة حاب نوصل نداء لكامل السلطات باسمي وباسم شباب منطقة بلدية مرعظام، رانا نعانوا، رانا في التهميش، رانا لا جمعيات، لا ما عدناش حوايج كيما شباب منا ومنا في المدن والقرى اللي منا ومنا، رانا ناقصين حوايج بزاف. مازلنا نجدو في الدلو، الناس راهي طاولة طايقين بزقفلات حامس بارد، ودوك رانا نجدو بالدلو، نطلبوا من السيد بوتفليقه ولا سيد السلطات العليا يشوفونا في هذه القريه. انا نعان والله مازلنا نقورفوا، مازلنا الى جاء المطر الله مبارك انا نفرحوا، الى ما جاش مازلنا نشرف الماء من بسكره 200 كيلو 30000 البتسيه الزوالي هاو ما يشريش يعني، اما اللي عنده هاو يخدم. هذا ما يخص الماء. اما في الغاز، الغاز راه مشروع عنده راه ظل ربع سنين، ظل ربع سنين متوقف، وراه سمعنا نمام اليوم ولا البارحه راه رحلت شركة هذه تاع باكستان هذه راه مرحلو، مانيش عارف علاه. نقطتين سؤال. الماء ما عدناش لا نتاع الشرب لا نتاع استصلاح الوطن. رانا قاعدين نعانوا في معانا تاعبه. ما عدناش حتى مدخول. هاك تشوف الشباب نتاعنا فقير مريض وهو يمشي مريض. من قلة الخدمة، كان عنده الخدمة يريح، بصح ما عندوش الخدمة، تعب من الخزرة. نطلبوا من الدولة تعاوننا في الاستصلاح الوطني. استصلاح ما تقولش احنا تشوف هاد الشجرات ها موراهم حتى شي، تعود لنا المساحه كله كيما هذوم. شوف هذوم احنا ندوروا على الاستصلاح الوطني. احنا كيما تشوف الماء انا نعانو، كيما تشوف الماء رانا ما عندناش منين نشربو. قال مطر يجي مطر رانا نشربو. الغاز رانا بالك في المشروع في ربع سنين ما كانش غاز. زيد نحكوا على الرياضه، الجانب الرياضي كما دوكا احنا عندنا الملعب تروح به ترفه روحك ترجع قبره وركعه في الصوالح. المهم
لا جمعيات لا والو. احنا نطالبوا في حقنا، ندوروا نحوسوا نكونوا كما الشباب الجزائري كما الشباب الاخر. ما عندنا اي ما كاش مكان ترفيهي. والجانب الرياضي ثاني كان الجمعيات، في الجمعيات كان هدا جمعيات والو راقدين، كنا ناخذوا بجمعيه وبعد زاد تحبست درك راه الشباب والو اقعد اراقد. عندنا من جهه البال والو ما شاركناش حتى ويلعبوا فيها زين الله يبارك، وكل راه ما عادوا يلعبوا البر وجو استاد. استاد ثاني كان تشوفوا كما قال لك راه اتيف يروح تيلعب الواحد يجي مش هذاك العبد اللي راح كاع. ندور حاجه واحده نعرفها ببلد المعظم، الميزانيه تاع بلديه المعظم نعرفها وراها تروح، نعرفها وراها تروح. عندنا ثاني بلديه على مستوى ولايه جلفه بعد عين الشهداء هي بلديه المعظم، الميزانيه تاعها تروح شقه في الصرف الصحي زيقوات، تروح في تطوارات، تروح ما كانش حاجه داروها تاع ميزانيه تاع البلديه. هذا المزلج اللي راه فات وكل المزلج كاع، نحكي على المزلج عام، ما كانش حاجه داروها تستفيد منها البلاد. قال يستفيدوا منها هم واصحابهم مصالح شخصيه يخدموا فيها. وش يخصنا؟ ما كان والو، ما كان والو. راك تشوف لا قرايه دراسه للتلاميذ، لا طريق راك تشوف فيها مكسره، لا عمل هنايا، لا فلاحه، ما كان والو. رانا شوف كما يقولوا الناس على الحديد. يخزرونا شويه، رانا مازال رانا في الاستعمار بالنسبه لبلديه المعظم. راك شفت الطرق، شفت كل، شفت هنا، شفت شرع الزيد كيما اولادنا، لا خدمه، لا ما كان حتى شيء. حتى المعلمين ما كانش، ما كان حتى شيء. وقريه القران ثاني كذلك ما كانش كما هي. تهيئه العمرانيه تاع البلديه ما كانش، ما كان حتى شيء. ماذا بينا تنظرنا بعين اعتبار هذه فيما يخص الماء، زيادة على العيادة الطبية متعددة الخدمات اللي من قادم الزمن كانت قابلة. أولادنا أولادها يزيدوا باسمهم العظام، تجي على المجريس وتجي على الأندروفير وجات على العربة وجات تمشي، أولادها يزيدوا باسمهم العظام ولاية جلفة. وذركا اللي عادت مؤسسه من البالي شامبر بلدي حتى رئاسه الجمهوريه مؤسسه نتاع دوله، عاد ولدي يزيد في قردايه ويزيد في بسكره ويزيد في مسعد ويزيد في جلفه، ما هو ذنب هذه البلاد؟ نطلبوا التزويد. وهذا ما دام راه عندنا العياده متعدد الخدمات بالخصوص جناح الولاده، نطلبوا من رجال المواقف ورجال الوطنيين. عملنا وسوف نعمل على استدراك هذه النقائص، سوف نعمل مع السلطات المحلية مجتهدين. وبالفعل بدينا اتصالاتنا في موضوع المياه، في موضوع المياه بدينا اتصالاتنا مع السلطات الوطنية يعني على مستوى مع وزير الموارد المائية على أساس أنه يكون اهتمام خاص بهذه المناطق، وأيضا بالنسبة للطرقات وبالنسبة للمسائل الأخرى إن شاء الله نوفق في